ويتمنون الفوز في العشر المراكز الأولى. أتمنى لي ولكم التوفيق مشاهدينا وأيضا مشاركينا الأعزاء. انطلق الشوط الثالث الثاني للبكار والثالث في المجموع على بركة الله وحفظه وتوفيقه. أتمنى التوفيق لكل المشاركين. هذا الشوط يحمل أيضا أعدادا كثيرة تقارب من 31 مشاركة. ومقدمة الشوط في هذه اللحظات مع الدرعية لزايد بن محمد بن زايد الخيارين. تسيطر الدرعية على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، ولكن دخول على الدرعية من قبل جذابة لعبد الله بن راشد بن ذياب النعيمي غيرت مجريات الأمور وغيرت إلى المركز الأول والمركز المرموق اللي تليها في المركز الثاني الدرعية لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، والتضمير مع سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. النقلة والدور دور المركز الثالث. المركز الثالث الشاهينية لعاطف بن عطية القرشي، وهي ضيفة عانية وقادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. نقلة إلى المركز الرابع الطيارة لسالم بن عنزان النعيمي، تلي الطيارة في المركز الخامس. المركز الخامس الظبي لعامر بن سعد الرفادة. هذه الخمس المتقدمة الأولى، وأيضا الشوط الرئيسي ذهب لمالك المتحدة سمير بن مرزوق الشمري. وأيضا حسب المعلومات التي وصلتني قبل قليل بأنها تملك في رصيدها ما يقارب الثلاث سيارات جوائز عينية قيمة على حد قول مالك المتحدة سمير بن مرزوق الشمري. بينما الشوط الأول للقاية قعدان ذهب لمالك طويق عبد الله بن علي بن جهيم المري. وأنتم أيضا على موعد مع المنافسة وعلى موعد مع معرفة أصحاب الأربعة عشر شوط التي ستحسم مجرياتها في هذه الفترة الصباحية. وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى مقدمة الشوط جذابة التي تنطلق وتندفع مع انتصاف المسافة، ولكن المليحة المملوحة وصلت وغيرت مجريات الأمور. شعار الظبي التي كانت في الشوط الماضي في الشوط الأول الرئيسي منافسة قوية وكانت هي الأقرب لتحقيق الشوط الأول للقاية، ولكن أنت تريد يا أبو زايد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. يعود هذا الشعار على ظهر مليحة لمحمد بن زايد المنصوري. نقلة إلى المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لعاطف بن عطية القرشي، تليها في المركز الثالث شعار الرسمي يتواجد من حسم الشوط الأول الرئيسي لأيضا الحقائق البكار في يوم أمس، وأيضا يتدخل شعار أفضل توقيت في يوم أمس، يتدخل شعار أفضل توقيت مع مصيحة لمظفر بن محمد العضيلي. وصلت مصيحة وانتزعت المركز الثالث. المركز الرابع عادت مرة أخرى الدرعية لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، والتضمير مع سلطان بن نوار العتيبي، وأيضا شعار بن فراد ينطلق ويتدخل عنايد سلالة عناد. يا سلام عنايد بدأت بالانطلاق لعلي بن فراد المري 1200 متر، وما زالت الصدارة مع مليحة. يا سلام يا مليحة، يا سلام يا مليحة، يا سلام محمد بن زايد المنصوري. وشعار غني عن التعريف، وبالتحديد في هذا الموسم أثبت أنه شعار قوي ويقارع للأقوياء وللأشواط الأولى من خلال حصده لكؤوس عديدة لا يمكنني حصدها. ودخلنا في الكيلومتر الأخير يا مالك مليحة، دخلنا الكيلو الأخير. وأعود لحديثي عن شعار بوزايد الذي أبدع في هذا الموسم، وأيضا يعود في هذا اليوم ليواصل مسيرة الإبداع. إذا مليحة لمحمد بن زايد المنصوري تنطلق بأريحية تامة، ولكن عنايد قادمة، وأيضا بالعضيلي، وأيضا مصيحة. إذا مليحة محاطة بالخطورة
محاطة بالخطورة من اليمنة واليسرى، من اليمنة هناك عنايد، ومن اليسرى هنا مصيحة المظفر بمحمد العضيلي، وأيضا المركز الرابع من بدأت الشاهينية لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي، وأيضا شعار محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي. تنطلق أيها الأخوة مصيحة المظفر بمحمد العضيلي، تنطلق، شافت خط النهاية، ولكن عادت مرة أخرى مليحة، ولكن المركز الأول والصدارة تحت أقدام مصيحة لمظفر بمحمد العضيلي. تنطلق مصيحة، تنطلق وتندفع مع المئتين متر الأخيرة والخطيرة. يا سلام يا مصيحة. إذن اللحظات الأخيرة، مصيحة في المركز الأول للسيد مصيحة في المركز الأول لمظفر بمحمد العضيلي، ولكن الله تهانينا والناموس العضيلي. لحظات الوصول تحسم مجريات الشوط وأمور هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مصيحة مظفر بمحمد بالعضيلي العامري، حسمت مجريات الشوط وفازت بهذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني مليحة لمحمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث الشاهينية. المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن قريب بن راشد الكتبي. المركز الرابع عنايد لعلي بن فراج المري، بينما المركز الخامس مرعوشة لملحام بن حبيبة المري. تقرب عيون شيوخنا والقبايل يا محلا نطلقوها بنظرة حمرة لبكار معرقة كالسلايل. إذن أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط يذهب إلى مالك مصيحة. تشاهدون لحظات وصول مصيحة إلى خط النهاية، قطعت المسافة 4 كيلومترات في 6 دقائق 12 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مصيحة مظفر بمحمد العضيلي المركز الثاني مليحة، 6 دقائق 12 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن زايد المنصوري المركز الثالث الشاهينية، 6 دقائق 12 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي على فوز الشاهينية وانتزاعها للمركز الثالث في هذا الشوط. لحظات أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء.